تعالوا نبدأ كده يومنا النهارده معاكم في صباح اون بحاجه حلوه قوي، بحاجه لطيفه جدا، اكيد كلنا اتربينا عليها واكيد كلنا استمتعنا بيها، مسرح العرايس. مين مننا مثلا ما شافش الليله الكبيره لصلاح جاهين وسيد مكاوي؟ مسرح العرايس حاجه يعني شكلت وجداننا على فترات كبيره جدا واحنا اطفال، مش بس الاطفال اللي بيحبوا مسرح العرايس، انا هون مش بس الصغيرين، يعني انا بحب جدا مسرح العرايس لحد دلوقتي. لغايه دلوقتي، ولما تيجي مثلا الليله الكبيره يعني لو في عروض مثلا بره في المسرح او تيجي على التلفزيون، لا اقعد ولازم اسمعها من اولها لاخرها واتفرج عليها، فلطيفه جدا. تعالوا نشوف كده ونبدا يومنا معاكم في صباح اون النهارده وعرض كده من عروض مسرح العرايس. الفراشة الملونة والماسورة الكبيرة هي أحدث عروض الماريونات لمسرح العرائس. هكذا استقبلت ساقية الصاوي أجازة منتصف العام بعروض ترفيهية للأطفال. الفراشات الملونة عرض جديد تماما، وهو بيحاول يعمل كذا حاجة، بيحاول يخلينا نحب الجمال عموما والألوان، وفي نفس الوقت نحب البيئة الصحية اللي تقدر تعيش فيها الفراشات تاني. مسرحيتين أو عرضين النهاردة مع بعض في برنامج واحد، واحدة مسرحية من مسرحياتنا الحقيقة اتعملت من سنوات طويلة وكانت من أول الحاجات اللي نبهت لخطورة قضية أطفال الشوارع، اسمها الماسورة الكبيرة. العرايس بتقدر توصل قيم ورسائل للصغيرين والكبار معا. مفيش حد من الكبار مهما ادعى ما بينجذبش لفن العرائس. وشهد العرض إقبالا كبيرا من جميع الفئات العمرية وخاصة الأطفال الذين تفاعلوا مع العرض. الفراشات عدم تلوث الطبيعة وتخلي عشان تخلي شكل الجناين حلو، والماسورة الكبيرة احنا ما بناخدش الأمهات ولا الآباء يرموا ولادهم في الشارع بسبب الضرب والزعيق. الفراشات لازم نحافظ عليها وما نأذيهاش ولا نقتلها، لازم نعرف دايما ان الفراشات هي ليها لازمة في الربيع في أي وقت. طبعا برضو الماسورة الكبيرة لازم ناخدش من مامتنا أو بابانا أو ما نمشيش منهم. يعد مسرح العرائس من أكثر الفنون المسرحية تأثيرا في الأطفال، حيث يعمل على ترسيخ القيم الأخلاقية وتقديمها للأطفال من خلال عرض مسرحي بسيط. نسمة شفعي أون لايف.